عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة احنا في الشرقية زي ما احنا قلنا، وقفنا الشاب الجميل ده، نتعرف باسمك ايه؟ احمد حمدين. طب يا ابو حمدين، يعني اسألك سؤال كده صعب وتطلعه من القرآن، انت حافظ قرآن؟ ان شاء الله. بجد والله؟ ان شاء الله. حافظ متأكد؟ ان شاء الله. تمام. دلوقتي في آية بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. سورة ايه بقى؟ سورة الفجر. طيب يا عم الموضوع سهل وبسيط اهو. طب دلوقتي بيقول لك واذ كنا الملائكة تسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان ايه؟ من الكافرين. مين اللي وسوس لابليس ان هو ما يسجدش؟ يعني دلوقتي ابليس ما سجدش، مين اللي وسوس لابليس ان هو ما يسجدش؟ دلوقتي انت ممكن تتخيل ان الشيطان هو اللي بيوسوس لنا احنا نعمل اي حاجه غلط. تمام. مين اللي وسوس للشيطان ان هو ما يسجدش؟ انت متخيل السؤال؟ يعني انت دلوقتي ما بتروحش تصلي بتقول مثلا الشيطان يا اخي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما صليتش عشان خاطر الشيطان بيوسوس لي. طب مين اللي وسوس للشيطان؟ النفس. الراجل الشرقاوي الاصيل برضه واقف معانا يا جماعه، هو اللي غششها له بس ماشي. النفس. النفس ايه بقى؟ انت قلت ايه بقى جميله؟ أمارة بالسوء. أمارة بالسوء. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم إيه؟ ما تولد فيه. النفس دي يا جماعة يعني خطرة جدا جدا، لو أنت سبت شخصك لنفسك مصيبة. تخيل الوسوس لإبليس نفسه، لأن النفس إيه؟ أمارة بالسوء، ممكن تأمرك إن أنت تقتل، تسرق، تزني، ما تصليش، ما تصومش، ما تعبدش ربنا، تمشي في الحرام. النفس. النفس زي يعني زي الشيطان وأكتر. طيب دلوقتي عايزين نسمع اي حاجه بصوتك. افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اسمك ايه بقى؟ احمد حمدينو. احمد حمدينو. احمد حمدينو وشاكرينه وكل حاجة، نحمده ونشكر فضله. اسم جميل جدا، أحمد حمدينه، ده اسم لقب العيلة ما شاء الله. لقب العيلة حمدينه. اسم والده. اسم والده ما شاء الله. اسم والده حمدينه، ربنا يبارك فيك أستاذ حمدينه والله. طب دلوقتي أنا عايزك تقول حاجة كمان من إذاعة القرآن الكريم. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الله الله عليك يا حمدينو، المعجزة حمدينو يا جدعان، المعجزة حمدينو وشاكرينه اهو. توكل على الله. سمعنا ايه تاني؟ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله أكبر عليك يا راجل يا شرقاوي. الشرقية فوق، الشرقية فوق يا جدعان والله العظيم، الشرقية فوق. ايه الحلاوة دي يا جدع؟ كمل كمل عايز اسمع. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الله اكبر عليك يا حمدين، الله اكبر عليك يا ابن ربنا، يزيدك بسم الله ما شاء الله. كمل، سمعني سمعني للصباح. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله أكبر عليك، ربنا يزيدك يا بكمل. الحمد لله رب
رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد. الله الله عليك يا مولانا، ايه الحلاوة دي؟ كمل يا راجل كمل. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. صدق الله العظيم، حاجة رهيبة. احنا قلنا بقى احنا في الشرعية بقى يا جماعة، لازم ما نقولش، لازم نقول وقال فرعون ذروني، صح ولا ايه؟ الآية الجميلة بتاعتنا ان الناس كلها بتحبها يعني. طب هتسمعنا ايه تاني؟ في ايه تاني عندك؟ نقول لذات القرآن الكريم الشيخ الطاروطي. يا راجل قول، الشيخ الطاروطي من عندكم الشرقية صح؟ طبعا. من عندهم من الشرقية بقى، شيخ من الشرقية ده علم، علم من أعلام الشرقية الشيخ الطاروطي. في شوارع هنا متسمية باسم الشيخ الطاروطي ومدارس ومعاهد، خلي اوعى تغلط. لا لا، الشرقية كلها هتجري ورانا. توكل على الله. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. الله على الشرقية وجمال الشرقية، حمدينه واختم على الكلام. توكل على الله. ايه تاني؟ وعباد الرحمن. الله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الله. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ما شاء الله. طبعا ده بقى علم من اعلام ايه بقى؟ البحيره. علم يعني ده الشيخ الطاروطي علم من اعلام الشرقيه. احنا عندنا الشيخ حسن صالح علم من اعلام البحيره، وراجل ربنا يعني يبارك لنا في عمره ما شاء الله تبارك الرحمن. بيطبطب على قلبك بيقول لك وعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم، حمدينه وشاكرينه. معجزة الشرقية، شاب ما شاء الله تبارك الرحمن. الشرقية يا جماعة فيها مش مواهب، ده فيها معجزات، ولا فيها معجزات، ده فيها ناس عمالقة. احنا واقفين في الشارع الناس اللي ماشية واللي رايحة صوتها حلو، اقسم بالله ما بهزر يا جدعان. انت حمدينه ده نعمل لك صفحة بقى، احنا بعد اذنك هنعمله صفحة لحمدينه يا جماعة. الراجل ده كسر الدنيا، الراجل ده يحتل السوشيال ميديا، يحتل السوشيال ميديا، فيسبوك، تيك توك. بص، عايز الفيديو ده يجيب كام لايك؟ كام لايك؟ عايز يجيب كام لايك؟ 100,000 لايك. يا سلام على النبي، الراجل ده مش طماع، عايزين الفيديو يجيب مليون لايك. مليون لايك ده احنا بس اللي نستاهل يا جدعان والله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا معكم من محافظة الشرقية، أهل الكرم، والسلام عليكم.